برحب بحضراتكم مرة تانية. وزي ما الفريق الأول طبعا لكرة القدم بنادي الأهلي في وقفة أو وقت راحة دلوقتي قبل الفترة اللي جاية اللي كلها ضغط مباريات كبير جدا في شهر إبريل اللي جاي، وطبعا بداية من مباراة المريخ في دوري أبطال أفريقيا يوم 3 إبريل، احنا كمان بنقف وبنتكلم وبنشوف الفترة اللي فاتت مشيت ازاي بنقيم أداء النادي الأهلي وازاي قدر ان هو الحمد لله يتخطى كل الصعوبات الفترة اللي فاتت وايه اللي جاي. هنتكلم كتير قوي على النادي الأهلي وعلى الفترة اللي جاية مع كابتن شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق وطبعا نجم الاستوديو التحليلي بقناة الأهلي. برحب بيك يا كابتن ودايما منورني. ميرسي يا سارة، أنا برحب بيك كمان، ميرسي، وبرحب بكل القناة ومبروك الماتش اللي فات. مبروك طبعا علينا كلنا، اتبسطنا. كنت متوقع النتيجة دي يا كابتن؟ من الماتش اللي كان هنا في مصر حسينا إن احنا اتخدعنا أو الحظ ما كانش معانا يعني. أو الحكم كان فيه مشكلة. الضربة الجزاء كمان زي ما انت برافو عليكي، فحسيت ان احنا رحنا على الجون حوالي 20 مره ولا كانش فيه توفيق، وحسيت ربنا ساعات بيدينا مسج كده يعني لازم الدنيا تبقى متاخده بجد شويه وتركيز ونستغل كل فرصه على المرمى، صح؟ وبرده مجلس اداره كان ليه دور كبير قوي، اجتمع باللعيبه قبل طبعا كابتن محمود الخطيب، كان ليه تاثير دايما بيبقى ايجابي جدا مع اللعيبه واللي بيحسوا بالمسؤوليه. الحقيقه كل الجهاز كله كان رجاله على راسهم موسيماني كمان. يعني انا عارفه ان حضرتك عايز تتكلم على موسيماني كتير وعلى انه ازاي اتعامل الفتره اللي فاتت مع كل الصعوبات اللي مر بيها النادي الاهلي، وكمان ازاي كان قادر يحكم برضو غرفه الملابس يا كابتن. فشوف بقى انت عايز تقول لي ايه على موسيماني الفتره اللي فاتت. بصي، مهما كان البطل بيقابل ضغوط نفسيه كتير قوي ومتطلبات جماهيريه محليه، بقت خلاص وصلنا للعالميه كمان، كل حاجه ده بيصب كله مسؤوليه كبيره قوي على اي جهاز فني بيبقى ماسك فريق زي النادي الاهلي. فريق زي النادي الاهلي في حاله تعارف لمستر موسيماني لما جه، فجه في فتره كانت حرجه جدا، حاله انتقاليه في بطوله افريقيا اللي فاتت، ماتشات مهمه جدا داخل على سيمي فاينل قدام الوداد، لغه تعامل بيها نجح فيها، وصل للزمالك. دايما كل دور الكورونا بتاخد منك احد اللاعبين، يعني ياخد منك كانت ثلاثه لعيبه في الماتش ده، كان اعتقد علي معلول ووليد سليمان وحد تاني تالت كمان اعتقد، مش فاكر مروان ولا تقريبا مروان، مش فاكره انه بعيد جدا. فدايما بيبقى في ضغوط على الجهاز الفني ولازم يبقى عنده حاله تعويضيه من ميكانيزم ومن تاكتكس ومن قرايه للفريق المنافس وقرايه لفرقته هو كمان، وكل ده كان في وقت قصير قوي بالنسبه لموسيماني، ونجح الراجل. دخل في اختبار تاني على كاس مصر ونجح. انما انا عشان اقيم موسيماني، وحصل بقى الحمله شرسه الفتره اللي فاتت دي كلها، حتى احنا في يعني اسلوب التحليل بتاعنا احنا لا يرحم، دايما بيبقى لنا رؤيه بعد المباراه، يعني نشوف اللي حصل في المباراه ويبقى لنا احنا رؤيه شخصيه ويبقى لنا رؤيه للحاجات اللي احنا واحنا من بره كده شايفينها، ايه الامثل، ايه الاحسن، ايه اسلوب اللعب الافضل، انما ما بنبقاش كلنا حاطين ايدينا مكان مدير فني. فحتى احنا وكل الدنيا كان في حمله كبيره على الراجل اللي هو زيه زي اي بشر، زيه زي اي مدير فني بيمسك اي منطقه مثلا او اي نادي، لازم ياخد وقت ويستكشف وياخد مواقف ويشتغل على المواقف دي في المرحله اللي هو موجود فيها، المرحله الانتقاليه من بطوله محليه لبطوله افريقيه لبطوله زي بطوله انديه، تلاحم المواسم، تلاحم كل ده، هو بيكتسب خبرات في كل وقت مع اللعيبه كمان، مع تصنيف اللعيبه، مع اسلوب الامثل اللي هو يلعب بيه مع اللعيبه، لغايه ما وصل لغايه فيتا كلوب. اعتقد كان في حاله نضج جامده جدا وقرايه كبيره قوي من موسيماني للشكل كله، للوضع كله، للفريق المنافس، للجو، جاب الفرقه ومرنها الساعه 9 الصبح. فكان عنده الحقيقه تفوق على نفسه في الفتره اللي عدت كلها مهما كانت فيها نجاحات، انما الشكل بقى اللي احنا كنا بندور عليه، يعني دايما احنا بندور على الشكل والنتيجه طبعا. او بندور على النتيجه الاول وبعد كده الشكل. اهم حاجه انك تكسبي، بس في مسج لازم تتعمل للدور اللي بعده للانديه الاخرى
للبلاد التانية للعيبة نفسهم وثقتهم ويقفوا على رجلهم ازاي، دي بتبقى عن طريق الجهاز الفني كله، جريد الإدارة لغاية لما انا قلت لك كمان مجلس إدارة اتدخل ابتدى يحط بعض الثقة في اللاعبين ويقول لهم انتم من احسن الاجيال اللي جت وحققتوا شكل كويس قوي. ففي مصداقية في كل شيء في الحكاية. المصداقية دي كانت مع موسيماني مع نفسه مع جهازه الفني ان هو لازم يغير في اسلوب اللعيبه في الملعب، تحرر اللعيبه زي محمد مجدي قفشه مثلا، ازاي يبقى انت شايفاه بلاي ميكر وفجاه يبقى هو الراس حربه الخفي او ناحيه اليمين بيتصرف فيها ازاي، وازاي يقدر ينزل يبقى بلاي ميكر وهداف وفي نفس الوقت بيملى منطقه فيها غيابات كتير. التعامل والتغييرات اللي بيعملها من اول تاني تايم، مش لازم الاصابه هي اللي بتجبره، انما هو شايف ان في الوقت ده جرأة معينة لازم تتنفذ فنفذها، فكان ليه الحق الامتياز. على ذكر قفشة، شفت مين أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفيتا كلوب اللي فاتت؟ قلت موسيماني أنا. لا يعني موسيماني طبعا أدار المباراة بشكل يعني كويس، لازم أديله بقى لأن بعد الحرب اللي اتعرض عليها والراجل ده ما ينفعش، الراجل ده مش عارف إيه، الراجل. طب أنت بتشوف الكلام ده إزاي يا كابتن؟ يعني بتشوف الانتقادات دي إزاي؟ إنه ما ينفعش ومش فاهم هو بيعمل إيه، لا بيبدأ بده ليه ما يبدأ بده، بتشوف ده إزاي؟ اسم الأهلي نادي كبير قوي. الاسم الأهلي كبير. النجاحات والطموحات بتاعت المؤسسه كلها اكبر من اي شيء في الدنيا. عايشين احنا كلنا عليه في جميع اللعبات على فكره، مش كره قدم بس، يعني مؤسسه بتشتغل تطوير ومبادئ وكل حاجه، يعني بتشتغل على كذا حاجه، بتشتغل على تناغم يعني راحه نفسيه، حتى احنا كجميع اللعبات لما بتمشي في نادي مع بعض كده حافظين بعض. جود لك نروح نتفرج على بعض، نروح نشجع بعض. مش حاجة أول لما يكون عندي ماتش بكرة في كرة الطايرة وأنا أروح أتفرج في وسط الناس، يعني مش لازم أتفرج على كرة بس. فعندنا حالة انتماء بتبقى تجاه الأهلي، تجاه التيشيرت الأحمر، حب، مش عايز أي غلطة، مش عايز إنك تحس إن أنت خايف على الفريق، عايز تبقى دايما مطمن من المدير الفني من اللعيبة إن كله أداؤه 100%. يعني الحمد لله ربنا بيكرمنا عشان إحنا كلنا واحدة واحدة. يعني كلنا بنتمنى الخير لبعض. أي عنصر بيبقى نص نص ما فيش ما بتلاقيهوش. ما قلتليش بقى برضو مين أفضل لاعب في المباراة دي من وجهة نظرك؟ يعني في لعيبة كتير كانت في المباراة كويسة، محمد شريف كان كويس ومجدي قفشة كان كويس، بس أنا الفرقة كلها كانت فايقة. كانت فرقة كويسة، ده تلاقي بنون هادي وبيدي ثقة للعيبة اللي قدامه. الدنيا كلها على طول أيمن أشرف الحقيقة اللي عنده جرأة وعنده رؤية في الملعب ما في أي منطقة بيلعب فيها. ففي كذا لعيب عندك، يعني يوم الاستوديو قلت محمد مجدي قفشة، يعني دخوله في الهدف الثاني والمراوغة والتسديدة وكان رايح يجيب جون ثاني وثالث في المباراة، يعني كان عنده تحرر وحرية كبيرة جدا، على طول حطت لنا ثقة ان في اي وقت ممكن الاهلي يبقى موجود الناحيه الثانيه، اذا كان من تمريرات او من تحركات ليه وبيستلم الكوره. فانا طيب. اديت مجدي قفشه. طيب مدى بقى الاستفاده من الراحه الفتره دي، 5 أيام بعد مباراه فيتا كلوب ومفروض العوده للتدريبات ان شاء الله يوم الاثنين الجاي، شايف مدى احتياج الفريق ليها بعد الموسم الصعب وتلاحم المباريات والمواسم، وهيستفيدوا قد ايه اللعيبه من الراحه دي؟ هو الحقيقه بتبقى فرصه للي احنا محرومين منهم، يعني علي معلول، وليد سليمان، دي بتبقى فرصة كبيرة قوي لواحد زي محمد شريف يحصل له حالة استشفاء من الإصابة اللي حصلت له، يواكب بقى الناس اللي هي في الأسلوب الجديد اللي بيلعب بيه مستر موسيماني، يقدر يعود اللعيبة على كذا طريقة، يتخلل بقى. عايزين نشوف في الشوط الأول دايما زي الشوط بتاع فيتا كلوب كده. أول 20 دقيقة دي كانت مثالية جدا بالنسبة للنادي الأهلي، يعني وكان بقى لنا فترة يمكن ما شفناش ده في الشوط الأول. برافو عليكي، يعني ال 20 دقيقة دي اللي احنا بنتمناها، أول 10 دقايق أول ثانية كنا هنجيب جون. صح. بيقولوا الجرأة موجودة، الإمكانيات موجودة، التعليمات موجودة، فلازم ننفذ خلاص. دايما بتتعبي لغايه ما تعرفي النو هاو، الاسلوب الامثل، انك انت باللاعبين الامثل بالنسبه لك على فترات معينه هم اللي يدوا لك المطلوب 3 نقاط والاهداف، وانك انت تخلي الخصم دايما مش موجود عندك في الناحيه الثانيه. يعني مش عايز اسمع سيره الشناوي خالص، مش عايز اسمع سيره الديفنس بتاعي، الديفنس على طول بتاعي بيرد الكوره، نص ملعبي هو اللي حاطط السطو
على الفرقه الثانيه الكره على طول بتتنقل بسرعه. الضغط النفسي لما انا بكسب وبجيب جون في الاول بيبعد عني خالص خلال 90 دقيقه وبزود، وبتخلي اللعيب عندها نفس وكل لعيب عايز يجرب بيجرب الريسك، الحاجات اللي هي بتبقى شكلها حلو تلاقي تصويبه من 30 يارده في المقص زي السوليه ساعات كده بيفاجئنا. يعني كل حاجه بتبقى كويسه من الاسلوب اللي انت بتتكلمي عنه اللي هو الضغط من اول 20 دقيقه ده، وبيبقى لنا احنا السبق في التهديف، ما يبقاش احنا متاخرين بهدف مثلا او اي حاجه. ده كله اسلوب النادي الاهلي، او لا ما ينفعش غير كده. يعني احنا مش متعودين غير على كده، واللي عودنا الجهاز الفني واللاعبين والاداره، يعني فهو ده الشكل الطبيعي للفانيله الحمراء. طيب انت عايز اسالك، انت مع موسيماني في ان هو يلعب 4 4 2 كده زي ما لعب او بدا بالمباراه اللي فاتت، يبدا كده معظم الماتشات او تبقى دي طريقه اللعب؟ هو 4 4 2 دي خلينا نتكلم على الاثنين اصلا، الارتكاز الهجومي هما ساعات بيبقوا شادو، يعني ساعات بيبقوا اثنين وهميين مع بعض، شادو يعني سترايكر. محمد شريف تلاقيه نزل ناحيه الشمال شويه وقفشه راح ناحيه اليمين، وكان معانا اجايه يقدر يخش جوه، بيبقى في حاله سويتشات انا مش قادر اقول له دي 4 4 2 ولا دي 4 3 3 ولا دي 4 2 3 1 زي ما هو بيقول. في حاله 4 2 3 1 دي في حاله لما بتبقى كرة مش معانا بتتحول كلها ل 4 3 3 من عند نص الملعب، بتتحول ل 4 ايه 4 2 5 في الهجوم، وباطرافك كمان بتزيد من الناحيه الثانيه. فهي المسميات مش هي الاساس، هي التحركات والتنفيذ اللي اللعيبه بتعمله. 4 2 5 في الهجوم ازاي؟ يعني 4 و 2 4 2 4 سوري 4 2 4 انا قصدي يعني ما بيكون في حد من الطرف داخل معاكي من الجنب يمين او من الشمال، وبيبقى عامله زياده عدديه لاي عرضيات جايه، والاثنين حتى اللي جايين على خط 18 يقدروا يردوا لك الكره. يعني بتبقى في حالات اللعيبه هي اللي بتبتكرها، فمش هقدر اقول له هيلعب 4 4 2 انا اتمنى 4 4 2 دي. اسلوب لعيبتي برده لما بيبقى في اثنين لعيبه جنب بعض، شفنا كذا مره الماتشات الاخيره ومنهم ماتش الاسماعيلي من نص الملعب في حد بيطلع ياخد كره عاليه بيستلمها صلاح محسن وياخدها من نص الملعب ويطير يروح، لو مش موجود الثاني اللي انت بتتكلمي عنه ده هيلعبها مش هيلاقي حد. ايوه فاهم. هيلاقيه لسه عايز يجي من ناحيه الشمال يضم، لما هو اوريدي بيبقى ضامن اوريدي بيبقى عايز يستفيد من التكوف اللي بيعمله اي لاعب ثاني، السبورت اللي هو بيعمله الاثنين جنب بعض. عشان كده لو بوالي ومحمد شريف بيلعبوا زي ما انت بتقولي كده اثنين راس حربة هتلاقيهم كويسين قوي الاثنين، هتلاقي عندهم فرص كتير قوي للتهديف، او مروان معاهم مثلا اي حد من اثنين من التيم ده او من الجروب ده او من الهارموني ده. فالحكايه ان انا اسميه هتلعب بطريقه ايه ما بقتش كده بقى. يبقى ازاي اللعيبه بتقدر تنفذ الدخول جوه ال 18 والتقرب لبعض والسويتشات والتحركات هم اللي بيخليك تحس انها 4 4 2 4 2 4 4 1 4 1، يعني ما بتحسيش اكتر من ان الكره وهي معاكي باسلوب والكره وهي مش معاكي وانت بتعملي حركه الهجوم باسلوب تاني خالص. وده النجاح اللي بينجحه اي فريق كبير بامكانيات الفرديه اللي بتبقى موجوده جوه اللعيبه. يعني طيب انا عايزه اسالك، مباراه المريخ شايفها ازاي؟ وقد ايه مهم جدا ان احنا نفوز المباراه دي؟ وشايف ان احنا نتاهل اول مجموعه ده يعني ده حاجه احنا محتاجينها، ولا مش فارقه اول او تاني المجموعه زي ما احنا الموسم اللي فات اتاهلنا تاني مجموعه وقدرنا ان احنا نفوز بالبطوله؟ معلش لا، اول مجموعه بتفرق كتير قوي عن تاني مجموعه. انت بتواجه المركز الثاني من باقي الفرق. وبعدين يعني عايز اقول لك على فرقه المريخ برضو عشان يفهموا صح، فرقه كويسه جدا واتخدعوا في حكايه الماتش اللي فات ده في سيمبا بحكايه الكورونا، موضوع المساحات انه اتقال ان هي هم هنا لعبوا كويس ايجابيه وهي كانت سلبيه. هنا المدرب بتاعهم قال هم مبسوطين ان هم موجودين، بس عشان نصحح لهم الكلام اللي احنا قلناه، هم كانوا مبسوطين فعلا ان هم في القاهره ونقدروا اخواتنا يعني، بس هم فرقه كويسه يعني، راحوا علينا 3-4 مرات هنا في الشوط الثاني، وصلوا الجون عندنا، والشناوي طبعا انقذ حاجات كبيره قوي وحاجات كتيره جدا. فانا مع فريق مريخ، انا شايفه اقوى من فيتا كلاب يعني، مع ان فيتا كلاب كسبوا عندهم ظروف لسه بيكونوا تيم بيشتغلوا مع بعض كويس قوي، عندهم عناصر عندهم اجسام كويسه قوي. طب في المباراه دي ازاي موسيماني المفروض يلعب؟ يبدا ازاي المباراه؟ خطه اللعب زي ما لعب مع فيتا كلاب، نفس الاسلوب بتاعه، ما عندوش
تأمين دفاع كويس قوي، والهجوم والضغط من اول مباراه، انك دايما انت بتدوري على سبق تواجدك في المباراه. هنا لما لعبناهم هنا في مصر عدى الشوط الاولاني ما جبناش جوه، لازم هناك يبقى الحكايه زي حكايه فيتا كلاب، تاخد العبور للدور الثمانيه. هو ده المباراه دي، ما كانتش مباراه فيتا كلاب. فيتا كلاب الستارت بتاع انك تأمني ان انت خلاص تكسبي ماتش تبقي خلاص وصلتي للعبور. انما العبور الحقيقي هيبقى مع ماتش المريخ، ومش هيبقى سهل ماتش. اوعى يفتكر الناس ان فرقه المريخ مش هتبقى جامده، لا، هتلعب على الارضاء وهتقدم كويس، وكل ماتش بيبقى له ظروفه وكل ماتش بيبقى له حساباته. لازم الحسابات اللي اتعملت في فيتا كلاب تبقى على اعلى مستوى. طيب واستعداد يعني. اكيد طبعا. طيب انت يعني شايف برضو مباراه المريخ يا كابتن، هل هي يعني خلاص بعد مباراه فيتا كلوب انت شايف انه خلاص اكيد اللعيبه عندها دفعه معنويه كبيره قوي ان اللي جاي كله يبقى سهل؟ نسيبنا بقى من المريخ، مين اكتر الفرق اللي شايف ان هي فايقه قوي في دوري ابطال افريقيا؟ بنتكلم على المنافسه مع النادي الاهلي، في يقول لك سان داونز من اكبر المنافسين يعني مع النادي الاهلي الموسم ده، ترجي، يعني شايف مين اكتر الفرق في المجموعات الثانيه اللي فايقه جدا؟ نزلت بقى اشوف سان داونز والوداد. الوداد وكمان نادي الزمالك لو توفق بقى في الماتشين الجايين، لو كسبهم فرقه كبيره جدا يعني. انا مستغرب النتائج بتاعتهم يعني الحقيقه. حاسس الوداد مختلف عن الموسم اللي فات؟ دايما الوداد السنه اللي فاتت كان عنده نواقص بتاع. الوداد والترجي بيلحقوا بسرعه يلموا نفسهم يعني، بيشتغلوا كويس قوي على نفسهم يعني. وفرق شمال افريقيا دايما بتفاجئك، عندهم مواهب كبيره جدا يعني، بنحترمها جدا وبنقدرها جدا. كل ما احترمتي الخصم كل ما بيبقى لك وجود معاه. يعني سان داونز والوداد والزمالك، لو الزمالك اتوفق ولازم المولوديه يتغلب من الترجي. دول اكتر الفرق اللي انت شايفها يعني ليها حسابات خاصه يعني. بالظبط، لازم يكسب الفرقتين بالظبط. طيب عايزه اسالك برضو، انا عارفه الفريق كله فايق قد ايه، والفريق كله يعني ما شاء الله المباراة اللي فاتت أدوا أداء كبير جدا، بس عايز أسألك برضو مين أكتر اللعيبة اللي أنت شايف إن هي الفترة اللي جاية هيبقى عليها اعتماد بشكل كبير قوي ودايما مستواها ثابت وما بتقلقش وهي موجودة في أي مباراة؟ أنا أشوف علي معلول بقى، وحشنا. راجل نص فرقة الحقيقة، بيديكي. شايف غيابه أثر يا كابتن؟ أثر على اللعيبة اللي لعبت مكانه كمان. بيطلب منهم حاجات ما بيلعبوهاش طول السنة يعني. حتى الراجل اللي بيفضل قاعد ما لعبش محمود وحيد، خدت بالك من الضغط النفسي عليه ومن اللعب فجأة والدخول جوه المباريات، والمباريات الرسمية بتبقى غير المباريات الودية يعني. حصل له إصابة يعني، حصل له إصابة عضلية، والإصابة العضلية دي بتبقى إرهاق عضلي نفسي، ما بيبقاش أقل من كده أو أكتر من كده يعني. فرجوعه بيعمل هارموني مع، هتلاقي أجاييه كمان اتفرغ للهجوم، اتفرغ ازاي للتعامل والتناول مع علي معلول في الدخول والعرضيات. احنا محتاجين الحاجات دي كويس قوي الفتره الجايه دي، انك دايما كنت بتحسي ان الحته الشمال خلاص يعني فين وفين، لما بنلاقي يمكن ايمن اشرف يقدر يعوضها سنه، بس مش زي معلول. معلول الهابت بتاعته، العاده بتاعته اللي هو بيسموها بالفرنساوي الي ريتور، رايح جاي يعني. في الحته دي هو فاهم المكان ده نتعامل ازاي فيه، وخلاص بقت عاده برضو عند سوليه يغطيه لما بيهجم، والهافات بتاعتنا بتحتف في الناحيه الثانيه لغايه ان ما يحصلش عندنا شورتج او اي حاجه في الناحيه هجومه هو. وهو لعيب هيبقى جاي عنده نفسه مفتوحه، احنا في احتياج للحاجات دي كلها. الحاوي وليد سليمان طبعا بينزل يغير لك في ثلث ساعه او قرب ساعة. يرجع الحمد لله. بيجيب اهداف، رجليه حافظه الجون، شكله ايه. انت محتاجه الفرديات دي والنوعيه دي من اللعيبه ان شاء الله الفتره الجايه، ان اللعيبه اللي موجوده دي كلها كان عليها ضغط جامد جدا. يعني هتلاقي ناصر ماهر هتلاقيه برضو، انا ممكن اريح قفشه واخلي ناصر ماهر يشتغل برضو شويه، ويحصل فيه تبادليه في الوقت بتاع المباراه. لازم الناس دي كلها تبقى جاهزه. طيب شهر 4 اللي جاي ان شاء الله مليان ضغط مباريات كتير جدا يعني، تلاحم مباريات بشكل كبير، 8 ماتشات تقريبا في الشهر ده. ايه ابرز التحديات اللي بتواجهنا، وازاي موسيماني بقى المفروض يتعامل مع الفتره دي، لانه محتاج كل فرد من لعيبه النادي الاهلي الفتره دي؟ لازم زي ما انت قلت بالظبط كده، يجهز اللعيبه كلها للفتره الجايه دي كلها.
يدخل كل واحد في الفورم البدني. ممكن انت الفورم البدنيه دي هي اللي بتديك تفوق. مش مهم حاجه قيم لعيب النهارده اقول له انت بتلعب ازاي. يعني طاهر محمد طاهر مثلا مش هقول اسلوب لعبه ازاي، لا. كل ما الفيتيكال فيتنس بتاعه وقف على رجله ومفيش اصابات ويقدر يلعب هتلاقيه بيعلى. لما بيجيب هدف كمان بيخش جوه الحاله النفسيه الاكتر للتنفيذ، تنفيذ جوه الملعب. يعني لازم ابقى حاسس بنفسي، عندي ثقه في نفسي، بقدر ارقص واحد واعدي واشوط. كل ده بيكتسبه من انه يكون هو سليم والفيتيكال فيتنس بتاعه كويس قوي، وعايش الفتره اللي هي بتتكلم عليها الثمان ماتشات دي اهم فتره هنعدي منها باذن الله. فاللاعب هو اللي بيدي لنفسه الوجود قدام المدير الفني. فالمدير الفني كل ما عليه ان هو بيشتغل اوتوماتيكلي زي ما هو شغال كده، اللعيبه هي اللي بتبرز نفسها قدامه، هي اللي بتحسسه انه في ورطه. كل اللعيبه جاهزه، وده اللي بيتمناه اي مدير فني. يعني هو بقى عن طريق اسلوبه والمدرب الاحمال واداره سيد عبد الحفيظ وكل الناس وراهم، يعني كجهاز وكاداره نادي كمان، هي دي الفتره اللي جايه. فعشان كده اقول لك احنا لما بنكسب كلنا بنقف مع بعض ومبسوطين ونتكلم هنا مع بعض ونتكلم عن بعض كويس ومفيش ايه. لما بيحصل اي اخفاق او تعادل، لان احنا بالنسبه لنا التعادل هو الاخفاق، يعني ايوه فعلا، بنبقى الصوره بتيجي على المدير الفني، بتيجي على المجلس بتيجي على السيد عبد الحفيظ والشكل الاداري على اللعيبه. قليل طب معلش اللعيبه هتلعب هتلعب، انما احنا بنقول اصل حصل ومش لا، لازم الصوره تبقى واخده الكل كده او كده. يعني احنا لما دام بنتكلم انا وانت كده يبقى لازم لو في اي حاجه لعلي معلول انا اقولها له النهارده، لو في اي حاجه للسوليه اقول له انت لازم يبقى لك وجود، انت تعبان بقالك فتره، حاله في جهد انت بذلته في الفتره اللي فاتت كلها، خد راحه بتاعتك وارجع واحده واحده وانزل الملعب وحش زي ما كنت تقدر تلعب يمين وشمال، لان في وجود لمنتخب مصر كمان. يعني في لعيبه هتبقى جايه لك من منتخب مصر، يعني أكيد. هنتكلم اكيد على منتخب مصر، بس عايز اسالك برضو قد ايه شايف دور مجلس اداره النادي الاهلي كان فارق جدا قبل مباراه فيتا كلوب، وخصوصا زي ما اتكلمنا على اجتماع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره مع اللعيبه قبل المباراه، وانه اتكلم قبل السفر انه حتى لو احنا في موقف صعب كلنا ثقه انكم تقدروا تطلعوا منه، واحنا زي ما حطينا نفسنا في الموقف ده نقدر ان احنا نطلع منه، وده اللي حصل، شفنا الحقيقه الاداء والنتيجه. بص هقول لك على حاجه، كابتن محمود الخطيب هو فعلا مش من احسن اللعيبه اللي لعبت كره بس في مصر او في الوطن العربي او في اي حته. هو حاجه انا عشت معاها ولعبت جنبها، وهو ما شاء الله وجه مشرف في اي حته، اسلوب تعامل ومتوارث خدت بالك من كل الادارات اللي كانت موجوده قبل كده اداره النادي الاهلي. ف عامل كل الدعم بوجوده بخبراته اللي احنا كلنا تعرضنا ليه في حياتنا، هو فاهم كل حاجه. فبابسط الاشياء وبعقلانيه كبيره جدا يحسد عليها، يعني كمان بيتناول جميع الظروف وجميع المواقف اللي احنا بنتحط فيها بمنتهى الثبات، وده اللي بيوصله للعيبه لما بيروح يقعد معاها، قد ايه بيديهم ثقه وقد ايه الراجل ده محبوب جدا في جميع انحاء الدنيا. يعني تخش في اي حته الناس بتعشقه، الناس بتحبه لاخلاقه لاسلوبه لتاريخه، مش هقول لك يعني كل الناس عارفه. فلما بيروح يقعد مع اي حد بقى احنا بنبقى قاعدين خلاص، يعني بقينا بنبقى قاعدين مبسوطين، مبسوطين هو قاعد معانا، مبسوطين هو شافنا، يعني مبسوطين احنا شفناه. فكمان لما بيجي بقى يتكلم على لعيب صغير كان بيحلم ان هو يقعد مع محمود الخطيب او كان يقول له يا قفشه يا شريف يا فلان بتاع، قد ايه السعاده بتبقى غامره وهو مهتم ان هو شايف محمود الخطيب شايفه وحاسس بيه وبيكلمه، زي ما احنا زمان كان صالح سليم بيجي يكلمنا، كان يجي يقول لنا انتوا عندكم مش عارف ايه كره بتخلص كده، انتوا عايزين الدوري تاخدوه ولا لا، وبعد كده اي حد يفكر نفس الشكل نفس المفهوم نفس الاداء. بس في ربنا بيبعت كاريزمات في الحياه، يعني صح صراحه يعني محمود خطيب منهم الحقيقه، دي حقيقه. يعني انا بيسالوني على محمد صلاح مين احسن واحد لعب كوره في مصر لا محمد صلاح ده انا بالنسبه لي راجل نجح في الحاله الاحترافيه بتاعته كمان، ده
انها مش فوتبولر زي محمود الخطيب خالص. لا ده في فرق بعيد قوي بين محمد صلاح وبين محمود الخطيب. صلاح او اي حد تاني كمان عندنا اجيال كانت بتلعب في مصر هنا، لا دول علامات من كرة القدم في مصر. ولو سميهم هنسميهم كتير قوي، انما سرعة محمد صلاح ومجهوده الوافر اللي بيقدمه في الماتشات ونجاحاته الخارجية بره مصر دي كلنا نفخر بيها، كلنا نبقى طبعا وراه. شرف كبير كلنا نشجعه المصريه، كلنا نقول صلاح من احسن اللعيبه اللي جت، انما ونفسنا يكون في كتير من صلاح بعد كده. محمود خطيب ده في حته تانية خالص، اللي هو انا لعبت جنبه وشفت ازاي بيتعامل مع كره القدم. كان في لعيبه في انجلترا زمان زي جورج بيست، ده ما حدش شاف جورج بيست ده كتير. خطيب من المواهب دي، جورج بيست ده من كده. كرويف ايام انا كنت ببقى بلعب والسرعات موجوده كنت بتمنى اتفرج عليه واقلده، ابقى نفسي ابقى كرويف ده. ففي علامات في كره القدم زي ميسي، انت تقدري تبقي كريستيانو بس ما تقدريش تبقي ميسي. ميسي موهبه طبعا، انت تقدر تبقى محمد صلاح بس ما تقدرش تبقى الخطيب. ايوه الخطيب ده تالنت الحقيقه. دايما بقول ان هو يا كابتن شريف يعني اسطوره كبيره، ودايما بتكلم على شعبيه طبعا والله العظيم ثلاثه، وشعبيه الكوره الحقيقه في مصر قبل الخطيب حاجة، قبل بيبو حاجة طبعا، مع حفظ الألقاب كابتن محمود الخطيب، وبعديه حاجة تانية خالص. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقة. برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه معايا كابتن شريف عبد المنعم. ومن الكلام يا كابتن على النادي الأهلي، خليني أسألك إزاي تابعت اختيارات كابتن حسام البدري لقائمة منتخب مصر؟ والله اختيارات فيها كل حاجة يعني. راجل ما سابش حد يعني. يمكن في لعيبه كان متعودين عليها ان هم يبقوا موجودين زي كوكا مثلا، مش موجوده على ما اعتقد. في حاله فنيه كبيره قوي لمصطفى محمد وحسام حسن، الاثنين فراوده، واحمد ياسر ريان ومحمد شريف، فبقى عنده اختيارات كبيره قوي، اختيارات عريضه جدا في نص الملعب. اعتقد ان المنتخب كله نص ملعب اللي هو مختاره يعني. عنده فرايتي كتير قوي، النني وعمرو السوليه وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد فاروق وزيزو اسلام عيسى مصطفى فتحي قفشة، يعني عنده مصطفى محمد وحسام حسن واحمد ياسر ريان ومحمد شريف، حتى محمد شريف بيتضاف الى نص ملعب ساعات تكميلي للفرود. عنده فرايتي كتيره قوي ان هو يعمل كومبينيشن هايل. هل في لعيبه شايف انها كانت المفروض تكون موجوده مش موجوده في القائمه؟ لا، دول اللي في الساحه دلوقتي اللي هم واقفين على رجليهم يعني. الافضل يعني، شايف ان هو خد الافضل من كل مكان. بص هقول لك على حاجه، منتخب مصر احنا عايزين بعض اللعيبه اللي تكمل اداء وسرعه محمد صلاح، اللي توفر لمحمد صلاح الدخول في منطقه الجزاء، ان هو يا بيريحوه بيخلوه يجيب هدف هو، يا بيبقى عنده كذا فرصة يبقى اسيستنج للعيبة اللي جنبه. في لاعب زي تريزيجيه عنده جرأة وعنده شخصية ان هو بيبقى عايز يوازي محمد صلاح في المكسب في انهاء الهجمة، فده حاجة كويسة جدا. لازم بقية اللعيبة كلها تبقى سبورتنج لنفسها، ازاي نستخدم سرعة زي سرعة محمد صلاح في التيم، او لو ما كانش موجود حتى ازاي احنا نعوض هذا الشكل، ازاي احنا نبقى موجودين بطموحات المنتخب كله، ده كل يوم يتولد عندي لاعب بتجيله فرصه يمسك فيها ويبقى لعيب دولي على مسمع ومرأة من العالم كله. دي تصفيات افريقيا وبعدها تصفيات كاس عالم، عندنا جميع الحالات موجوده. ف مدير فني بيعمل اللي عليه وبيختار العناصر الجاهزه دلوقتي والعناصر اللي هي متميزه في الشكل المحلي، ناقص اللاعب بقى، اللاعب ازاي يفكر. يهمنا مشوار افريقيا المره دي، يعني كاس افريقيا يكون مختلف يا كابتن عن الموسم اللي فات، يعني لا الاداء كان مرضي ولا نتائج كانت مرضيه النسخه اللي فاتت يعني. انا فاهم بس حسام بدري متربي على الاهلي، متربي على الفوز، متربي على النجاحات. حتى الاخفاقات اللي حصلت في اول ماتشين عوضهم وكسب بره ثلاثه برضو. عنده الحريه وعنده الكارج وعنده انه يدفع في الماتش اللي كان بره بمحمد شريف، ومحمد شريف ينزل يجيب له جول، فعنده فكر عنده رؤيه، هو بيتمتع بكده. انما
اللعيبه اللي موجوده هنا دي لازم تواكب المدير الفني في الثقه اللي هو بيمنحها لهم. يعني انا لما الاقي المدير الفني بتاع منتخب مصر بيحبني وطلبني زي مثلا واجه جديد هنا محمد فاروق هو شايف محمد فاروق من خلال المباريات عامل مساعد جدا انه بيساعد في الامدادات للفراوده وبيبقى موجود عند الفرد وبيروح للجول وبيضيع جوال وبيجيب جوال، فهو عنده رؤيه ان هو ممكن مع محمد صلاح مع الناس دي لعيب يبقى واقف على حيله وراه يقدر الكره لما تترد ده يلمها تاني ويعمل عمليه دخول وخروج تاني في المنطقه. فكل اللعيبه على نفس مستوى الحقيقه، كل لعيبه مش ناقص منهم غير ان هم يثبتوا يسمعوا كلام مدير فني كويس قوي، الكره هي اللي تجري، يوفروا يبعدوا عن الانا شويه ويثبتوا ان هم لعيبه بتعرف تلعب كوره. لا تعرف تلعب كوره دي في خط 18، انما كل ما مطلوب منك من انك انت تاخدي الكوره وترجعي بيها وتقطعيها وتعمليها، في لعيبه كتير قوي متميزه في الحكايه دي في الملعب. لما انا عندي نقل الحركه بقى دي الحاجه اللي هي واقفه عندنا في نص في منتخب مصر دلوقتي، مين اللي بينقل الكوره من نص الملعب يوديها لللاين فيرويد. يعني انت كنت بتقولي الشكل الافريقي ما كانش كويس، ما كانش كويس انك انت المره اللي فاتت عبد الله السعيد بره خالص الاداء، الاسلوب اللي كان مديهوله الراجل مش عارفيش ده بيدافع ولا بيهاجم، كان في حاله عشوائيه شويه موجوده. الماتشات اللي انت تبقى محتاجه تلعبي بالنني ودونجا كان انا فاكر يومها كويس قوي، والثالث كان عبد الله يعمل ستاره ويوفر لمحمد صلاح الكره ما تبقاش عليها انا خطر وتترد لنا تاني. محمد صلاح على طول، اما صلاح على طول في انجلترا بيعمل ايه؟ ياخدوا كره ويصطادوا له اي ثرو باس يقدر ينفذ منه الامكانيات، ولما دخلنا كاس العالم كان الكره كده كان ثرو باس معمول له عدى وعمل تشيب للكره ودخلت جون. ضربه الجزاء اللي جابها تريزيجيه وهو راح شاط جابه، يعني بتبقى حالتين ثلاثه في الماتش احنا محتاجينهم نخلص بيهم اي مهمه تخلي شكلنا كويس زي ما انت بتقولي، لغايه ما نوصل ونبقى كواليفايد ونبقى اكيد هتبقى عند المدير الفني نظره كبيره جدا. بالظبط، احنا كلنا ثقه في اختيارات كابتن حسام البدري، وبنتمنى اكيد التوفيق لمنتخب مصر. بشكرك جدا كابتن شريف عبد المنعم. بشكرك جدا وميرسي جدا، وبشكر كل الناس اللي ورا الكاميرا والاخراج وكلها. شكرا جدا يا كابتن انك نورتنا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. شكرا ليكم، وبعد بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.